اهلا بحضراتكم مرة تانية، ويمكن من الحلقات الخفيفة على قلبي والحلقات الجميلة اللي بيطلع منها شغل كويس وحد فاهم بيكون منورني ومشرفني الكونت كابتن محمد صبري. يا كابتن محمد منورني ومشرفني، وايه الحلاوة دي؟ تحياتي ليك طبعا امينة، وانت اللي الحلاوة دي حبيبي يعني، عامل والحمد ايه؟ لله على السلامة من السفر، حبيبي وتحياتي ربنا طبعا يخليك. للسادة المشاهدين وجمهور نادي الزمالك العظيم. نبدأها صريحة وتعالى نبدأ كده بالكلام بالترتيب من حيث المناسبات. غدا نهائي كأس آسيا في تنظيم ولا أروع، بطولة ولا أروع، والحصان الأسود في النهائي المنتخب الأردني وأيضا المنتخب المتألق المنتخب القطري. تعقيب حضرتك في كل البطولة. يمكن زي ما انت قلت يعني بطولة كبيرة جدا فنيا، من افضل البطولات اللي احنا اتفرجنا عليها فنيا كمنتخبات. طبعا هي استكمالا لبطولة افريقيا، منتخبات الكبيرة او المنتخبات الصغيرة، الكبير والصغير دلوقتي في الملعب، لكن التاريخ والفهلاوه وان انا عندي تاريخ كبير واروح بيه، التاريخ ده لحد قبل المباراه، لكن جوه ال 90 دقيقه دلوقتي ما فيش، مع احترامي للتاريخ، التاريخ بيبقى جوه الملعب بيتلاشى تماما. الاداء والروح والتكتيك والمدربين كلها بقت حاجات علميه هي اللي بتوصل للهدف اللي انت عايز توصل له. لينا خير مثال في منتخب الاردن، ما كانش مرشح تماما، صعد احسن قبل ثالث البطوله وصعد بصعوبه من دوري المجموعات، ولكن اللي شفناه بعد كده في دوري النوك اوت بدءا من دور الثمانيه، يعني شفنا منتخب كبير جدا عنده لعيبه وامكانيات كويسه جدا، عنده مدرب كويس جدا جدا وظاهر بصمته على اللعيبه وداخل الملعب، الدوافع اللي عند اللعيبه ساعدتهم، امكانيات اللعيبه الفرديه ساعدتهم، كل الباكج ده لما بيتجمع مع بعض بينتج عنه منتخب كبير زي منتخب الاردن اللي شفناه حقيقه ملحمه عملها منتخب الاردن لحد الوصول للنهائي. منتخب قطر للمره الثانيه بيوصل للنهائي كاس اسيا، فده قطر منظمه وتنظيم وطفره رياضيه مرعبه. بالظبط، دول الخليج ايضا بتعمل طفره رياضيه مرعبه. وحضرتك بتتكلم معايا قبل الفاصل، النظام وكل واحد بيعمل شغله، كل واحد مع حتته وشغله وفايله بيشتغل عليه صحيح، بدون وفي الاخر تفكير. بيجي التوفيق والناتج بتاع التوفيق ده بيبان في الملعب. الناس بتشتغل من بره على احسن ما يكون، بيتفانوا في خدمه منتخبات بلادهم، وبيشتغلوا بتخطيط طويل الامد، مش الموضوع بطوله وبتعدي وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده، لا عندهم بلان وعندهم تخطيط لاربع وخمس سنين لقدام، سواء في افريقيا او في اسيا. لازم الحقيقه نتراجع احنا كمان شويه كمنتخب مصر او الكره المصريه، نرجع لورا شويه ونبص نشوف الناس دي، مش عيب ابدا ان احنا نتعلم منهم عملوا ايه في التنظيم، عملوا ايه في الادوات اللي اشتغلوا بيها عشان تساعدهم على النجاح سواء في بطوله اسيا او في بطوله افريقيا. توقعاتك ايه بكره، مين اللي ياخد بطوله اسيا؟ والله انا يعني كنت اتمنى ان يبقى في فريقين عربيين في بطوله اسيا، وده اللي حصل في النهائي بين قطر وبين الاردن. يعني اتمنى مع كامل الاحترام للمنتخب القطري، لكن اتمنى ان الاردن بعد المستوى اللي قدموه فنيا داخل الملعب انهم يتواجوا بالبطوله، وده الحقيقه يعني هيبقى دي توقعاتك عدل الكوره. يعني دي توقعاتي، يعني توقعاتي ان انا عدل الكوره توصل الاردن للي وصلت ليه ده، يبقى توصل اكسترا تايم وضربات جزاء ولا الموضوع يخلص سريع؟ الموضوع هيبقى صعب جدا، المباراه هتبقى صعبه جدا، ازاي هيواجه حسين عموته الجمهور والملعب اللي هيتملي عن اخره، فدي هتبقى مباراه صعبه جدا. اتمنى المنتخب الاردني مع كامل الاحترام للمنتخب القطري، ولكن هتبقى مباراه صعبه جدا وهتبقى مباراه ممتعه في النهايه فنيا. يعني شايف مين اللي فاجئك في البطوله بخلاف المنتخب الاردني؟ البطوله اكيد حضرتك تابعتها، شايف منتخبات كبيره كنا متوقعينها تبقى في النهائي، كوريا اليابان، ولكن لقيناهم خرجوا في النوك اوت زي ما حضرتك قلت. ايه اللي فاجئك في البطوله دي؟ نفس اللي حصل في بطوله افريقيا، الفرق الصغيره والمدربين بقوا بيتحكموا النهارده في رتم المباريات بصوره كبيره جدا، عكس الاول او عكس زمان ان كان اللعيبه جوه الملعب هي اللي كانت بتبقى ليها اليد العليا بعد ما بتبتدي ال 90 دقيقه، ولكن حصل العكس السنه دي، سواء في بطوله افريقيا او في بطوله اسيا، ان المدربين ليهم اليد الطولة او اليد العليا ان هم بيتحكموا في سير المباراه وفي سيناريوهات المباريات. فالحقيقه منتخبات كمان الكبيره سواء استراليا او اليابان او كوريا ظهرت بمستوى جيد، ولكن المنتخبات الصغيره او اللي احنا بنعتبرها ما كانتش مرشحه في البطوله، الدوافع اللي موجوده بغض النظر عن الفنيات لو تبقى اقل شويه من الفرق الكبيره، ولكن بتطغى دلوقتي الدوافع، الروح والجديه والاصرار جوه الملعب هو اللي بينتج في النهايه ان التوفيق بيبقى معاه وبيكسب المباريات اللي بيدخلها. فتعلمنا حاجات كتيرة جدا في بطولة آسيا وبطولة إفريقيا، أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الفترة اللي جاية تبقى فيه ازدهار للكرة المصرية
وفي تعليم من الناس اللي هي دلوقتي بقينا بنتفرج عليها وبنبقى منبهرين، سواء بأدائهم داخل الملعب او سواء بالدول المنظمه للبطولات الافريقيه او الاسيويه، فنتعلم مفيش مشكله ان احنا نتعلم. والرياده دي كانت عندنا راحت مننا شويه، ولكن من السهل جدا ان احنا نرجعها ونعمل بناء لنفسنا ونمشي عليه ان شاء الله الفتره اللي جايه ونرجع لسابع عهدنا ان شاء الله. من بطوله كاس الامم الاسيويه لكاس الامم الافريقيه، ويمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع حضرتك وقلت لي التاريخ والاسماء والالقاب دي تاخدها معاك في الاوتوبيس. صحيح. تنزل الملعب خلاص، بقى خليت الاوتوبيس يرجع الاوتيل وانت تنزل 11 لاعب ضد 11 لاعب. اتفاجئت بمنتخبات الكبيره، حضرتك ايضا اتفاجئت بمنتخبنا الوطني، شفنا منتخبات صغيره بتفرض نفسها وشخصيتها، شفنا كابريدي، شفنا غينيا، شفنا كونغو، موزمبيق، شفنا موزمبيق، يعني كونغو كمان، فرق كينا. تعقيب حضرتك باستفاضه، حضرتك كنت شايل جواك قبل الهوا، كنت متضايق، صعبان عليك ان منتخبنا ما نشوفوش في النهائي، وكلنا كنا زي ما بنقول اتنكدنا، كان نفسنا وعشمالين ان منتخبنا في النهائي، ولكن في اكيد نقط كتير لازم نقف عندها. صحيح، يمكن زي ما انت قلت كافيردي، يمكن كانت متوقع ان كافيردي يظهروا بمستوى جيد، ولكن مش بالمستوى اللي احنا شفناه عليهم. موزمبيق كمان كانت من الفرق اللي هي جايه برضو في الطريق، بوركينا، الكونغو، الفرق الصغيره واللي احنا كنا بنعتبرها من الفرق الصغيره، لا فجاه الكل في بطوله افريقيا وظهرت بمستوى جيد جدا جدا. في بعض الفرق الصغيره دي وصلت لغايه دور ال 16، ولكن هو ده اخر المدى اللي ممكن يوصلوا ليه في الفتره اللي هم فيها دلوقتي، ولكن هم جايين الفترة اللي جاية. الفرق الصغيرة والفرق الكبيرة لازم تتعلم الفرق الكبيرة ان الفرق الصغيرة دلوقتي ادائك جوه الملعب هو الفيصل بينك وبين اي فرقة بتلعبها. الامكانيات الفردية او القدرات الفردية ما بقتش كتير، بقت قليلة. التحكم الكامل دلوقتي بقى للمدربين من خارج الملعب، سواء من تغييراته وسيناريوهاته للمباريات، فدي حاجات كلها اتعلمناها في بطولة افريقيا. ولازم نبقى واخدين بالنا ان التنظيم والعمل والشغل والتارجت اللي انت بتحققه او المشروع اللي احنا بنتكلم عليه في مصر او بيبقى كلمه دارجه على طول، المشروع ده له وقت بعيد جدا لازم تروح له ولازم تتكلم فيه ولازم تحط له البلان بتاعته، وبغض النظر عن المرحله اللي انت شغال فيها سواء موفق او مش موفق، لازم تكمل البلان بتاعك لاخر مدى بتاعه. والبلان ده بيبقى عباره عن تنظيم الدوري بتاعك، يبقى لازم يبقى دوري منتظم ودوري يبقى قوي زي ما هو كان دوري واخد الرياده كلها في الدول العربيه. الدوري المصري لازم يرجع الدوري المصري تاني دوري قوي ودوري جماهيري كمان، لازم نحاول ان احنا نرجع الجماهير للمدرجات، لان هي دي اللي كانت بتفرق. الدوري المصري كان بيفرق عن جميع الدوريات العربيه ان الجمهور بيبقى مالي المدرجات، فرق الجماهيريه كمان لازم الدوله تتدخل وتساعدهم علشان يواجهوا الامور الماديه اللي بقت طاغيه على الكره، بقت صناعه دلوقتي، وبقت الامور الماديه هي ليها العامل الاكبر في نجاح. صح. وتوفيق. صحيح. اي فرقه لازم نساعد الفرق الجماهيريه دي، مش علشان انها تلعب في الدوري بس، ولكن هم عندهم قاعده ناشئين كبيره جدا في المحافظات بتاعتهم، فلازم نستفيد من وجودهم في الدوري الممتاز علشان نقدر نستفيد من القاعده او من الاساس اللي احنا عايزين نعملها من الفتره اللي جايه مع الكابتن علاء النبيل المدير الفني للاتحاد، اللي انا شايف ان هو اول ما مسك بيبتدي يشتغل بشغل علمي وشغل كويس جدا. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انا متفائل بيها باذن الله، واتحاد الكره يحط لنا بلان نقدر نشتغل عليه الفتره اللي جايه باذن الله، وترجع لنا ان شاء الله الرياده مره ثانيه ان شاء الله. طيب خليني اسالك بحريه شديده من وجهه نظر حضرتك، في نقاط اسباب خروج منتخبنا الوطني مبكرا بالطريقه دي امام منتخب متواضع من بطوله كاس الامم الافريقيه، وايضا هذه النسخه كان فيها بعض الحظ، لما نشوف كوتيفوار كان معاه 3 نقاط مستنيه لحد اخر وقت، تصعد دلوقتي في الفاينل لكل مجتهد النصيب ولكن زي ما حضرتك قلت لي برضو قبل الهوا، مش دايما هتفضل ماشيه معاك بالطريقه دي. صحيح. مش دايما هتفضل ماشيه، يمكن دي فلته، ولكن الناحيه الثانيه نيجيريا قدامه، لا نيجيريا بتلعب بطوله ممتازه من اول البطوله، فعايز اعرف من وجهه نظرك اسباب صريحه لخروج منتخبنا الوطني. ان احنا ما خططناش كويس، يعني التخطيط الجيد في النهايه بينتج عنه نجاح او توفيق سواء داخل الملعب او خارج الملعب. احنا ما خططناش بصوره جيده، احنا اعتمدنا على تاريخنا، اعتمدنا على ان احنا لينا الرياده ايوه في الكره الافريقيه، ولكن كان في الماضي احنا رحنا البطوله وما كناش محضرين لها بشكل كويس، حتى الجهاز الفني ما كانش محضر
للبطوله بشكل كويس. شفنا الكلام ده من خلال التغييرات اللي كانت بتحصل في الملعب، سواء ان انت بتشوف لعيبه جايه من بعيد تماما وبيبتدي بيشتغل بيهم في الشوط الثاني زي محمود حماده او زي مصطفى فتحي اللي ابتدى وبعدين اختفى، سواء توظيف اللعيبه كمان جوه الملعب ما كانش احسن حاجه، التوظيف بتاع زيزو ما كانش احسن حاجه، التوظيف بتاع محمد صلاح ما كانش احسن حاجه قبل اصابته، توظيف مرموش كمان وتريزيجيه ما كانش افضل شيء. فالحقيقه احنا ما كناش مخططين بشكل كويس للبطوله، وفي النهايه ده كان الناتج بتاعك ان انت تخرج من البطوله بالشكل اللي احنا ظهرنا بيه فنيا داخل الملعب. فالحقيقه في اسباب كتيره جدا ممكن نقعد نعددها، ولكن ان شاء الله المرحله اللي جايه اتمنى ان يبقى في تخطيط جيد للكره المصريه، اتمنى ان في يبقى بلان يبقى انا عارفه وغيري عارفه، الشارع الرياضي كله يبقى عارفه ونستحمل فيه المنتخب في اخفاقاته او في فوزه. فاتمنى ان شاء الله ان احنا اشوف نفسي او اشوف منتخب بلدي زي ما بيحصل التخطيط في نيجيريا، زي ما حصل في المغرب، زي ما حصل في كوت ديفوار كمان واستعداداتهم للبطوله. اتمنى ان انا اشوف منتخب بلدي كده، لان احنا عندنا القدرات الفرديه تقدر تميزنا عن اي حد. فاتمنى ان التخطيط يسبق القدرات الفرديه بتاعه اللعيبه اللي عندي علشان اقدر الاقي ناتج والاقي توفيق مصاحب المنتخب بتاعنا. اخد من كلام حضرتك لما ذكرت كابتن حسام حسن وراي حضرتك في تعيين كابتن حسام حسن العميد مديرا فنيا لمنتخب مصر واهم مميزاته، يعني انت حضرتك كنت معاه في الملعب، يعني كلمنا عن شخصيته القياديه، اكيد ده بيفرق مع شخصيه منتخبنا الوطني. طبعا يعني هو قرار اتاخر شويه بالنسبه لحسام حسن. حسام حسن هو افضل مهاجم مصري على مر التاريخ، انا بعتبره من وجهه نظري كده، يمكن لما كنت بلعب معاه هو شخص قيادي جدا، هو شخص بيملك من الحماس ومن الروح ومن الجديه اللي تخلي فريقه يبقى في المقدمه دايما، هو دايما ما بيحبش الخساره، عنده امكانيات فنيه جيده جدا جدا، عنده عين بيشوف بشكل كويس جدا، بيختار اللعيبه بشكل كويس جدا، طلع لعيبه كويسه في انديه كتيره هو مسكها. الحقيقه يعني انا شايف انه اختيار صائب جدا، ان شاء الله باذن الله البلد كلها هتبقى حوالين حسام حسن، ويبقى الدعم كبير جدا لحسام حسن كونه مصري ان شاء الله يحقق نفس الانجازات اللي حققها ان شاء الله الله يرحمه كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته. اتمنى ان شاء الله ان التوفيق يبقى مصاحب حسام حسن باذن الله، ولكن برضه لازم يبقى في تخطيط جيد للمنتخب الفتره اللي جايه علشان نشوف ناتج ان شاء الله سواء من المدير الفني او من اللعيبه. يمكن على غرار التخطيط وسمعنا كلام بيتقال ان الجهاز الفني هيضم مع كابتن حسام حسن كل من كابتن احمد الكاس، كابتن طارق سليمان، كابتن زعفان الصغير، كابتن ابراهيم حسن، ايه رايك في التشكيل ده؟ ويمكن التشكيل ده اغلبه لعب كاس عالم. طبعا يعني كلهم نجوم كبار جدا ومثلوا مصر في جميع المحافل الدوليه، وفي انديتهم كانوا لعيبه مؤثرين، سواء كابتن احمد الكاس من اللعيبه الكبار جدا في تاريخ الكره المصريه، طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم من اللعيبه التاريخيين في تاريخ الكره المصريه، كابتن سعفان نفس الشيء. اتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق، وكلنا هنبقى داعمين ليهم ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه علشان ان شاء الله على ايديهم نشوف منتخب مصر يرجع لسابق عهده باذن الله. الاستعانه بمحطه احمال او كوتش الفتنس بالجهاز الفني لمنتخبنا الوطني امر مهم، خصوصا مع كابتن حسام حسن، خصوصا ده وجوده مهم مع كل الفرق الكبيره. حضرتك تنصح بوجود يعني مخطط احمال؟ ده لازم، ده خلاص يعني لازم يبقى في تيم ورك حوالين كابتن حسام. المدير الفني النهارده ما بيشتغلش زي زمان لوحده، هو اللي بيحط الجانب البدني والجانب الفني والجانب الذهني، لا خلاص الموضوع بقى له تخصصات دلوقتي، لازم يبقى معاك مدرب احمال، لازم يبقى معاك محلل اداء، مش واحد، لازم يبقوا اثنين وثلاثه علشان تواكب العصر او تواكب المدير اللي شغال دلوقتي. ان انت المدير الفني بيبقى موجود ولكن بيبقى حواليه ستاف كبير جدا لازم يساعده في كل كبيره وصغيره، زي ما بيحصل في اوروبا. يورجن كلوب بيجيب في الاخر خالص بيجيب واحد علشان يشوف له الاوت بتاع الفرق المنافسه في الدوري، ويبقى ويوضع له حلول للاوت بتاعه سواء في نص ملعبه او في نص ملعب الفرقه الثانيه. الكور الثابته بيبقى ليها ناس، فالنهارده بيبقى معاك التيم ورك بتاعك اللي بيشتغل حواليك علشان يسهل لك امور كتيره جدا للمدير الفني، ويتفرغ هو للامور الفنيه وتوظيف اللعيبه داخل الملعب. فلابد ان يبقى حواليه الستاف كله او التيم ورك بتاعه كله بما فيهم محلل الاداء وبما فيهم المعد البدني.
طيب بعد تصريحات كابتن حسام حسن مؤخرا عن محمد صلاح، شايف ازاي العلاقه ما بينهم هتكون ماشيه بأني شكل، وازاي يتم تصفيه الاجواء بين الجانبين يعني تجنبا لاي ازمات؟ انا شايف ان الازمه دي ملهاش وجود، احنا بنخترعها اعلاميا من نفسنا. محمد صلاح نجم كبير جدا جدا جدا، هو اسطوره الكره المصريه، ومش هيجي زي محمد صلاح غير بعد 50 60 سنه كمان، ده لو جه حد بنفس الامكانيات وبنفس الانجازات اللي حققها محمد صلاح. حسام حسن هو من افضل المهاجمين في تاريخ الكره المصريه، وهو المدير الفني الحالي لمنتخب مصر. انا شايف ان الامور هتبقى يعني مش زي ما الناس حاطه، او من الزمن مش زي ما الناس بتقول، او هيحصل ازمات. حسام حسن قادر ان هو يلم كل الامور دي، وقادر ان هو يحتوي لعيبه المنتخب كلها، وقادر انه يطلع كمان احسن حاجه من عندهم، وقادر ان هو يطور اللعيبه. فانا شايف ان الفتره اللي جايه هتشهد انسجام بين كابتن حسام وبين جميع لعيبه المنتخب، مش محمد صلاح بس، ولكن يبقى ان محمد صلاح هو اسطوره الكره المصريه، وله معامله ثانيه خالص زيه زي ميسي وزيه زي كريستيانو رونالدو، ويبقى ان هو افضل من حقق انجازات في تاريخ الكره المصريه. فمش هقف كمان انباء انه كابتن حسام حسن هيسافر لصلاح، انباء كلام انه يسافر لصلاح انجلترا وشخصيا ويحضر له مباراه ويتكلم معاه. هو مش هيسافر لصلاح بس، هو هيسافر لكل اللعيبه المحترفين وهيقدم لهم الدعم، ودي حاجه طبيعيه بتحصل من كل المدربين في العالم، بيسافروا للفرق اللعيبه بتاعتهم المحترفين في الانديه في الدول المختلفه، يعني بيبقى فيه يعني ود ونقاش بينهم وبين بعض، وده شيء طبيعي جدا وشيء عادي جدا. فحسام حسن الخطوه اللي هيعملها دي هتفرق معاه كتير جدا مع اللعيبه المحترفين واللعيبه كمان المحليين الموجودين في مصر. توقعات حضرتك لتصفيات كاس العالم بعد فوزنا على اول مباراتين جيبوتي وسيراليون، ومعانا في المجموعه بوركينا فاسو غينيا بيساو اثيوبيا، ويمكن حضرتك كنت بتتغنى بوركينا فاسو وانا بتكلم مع حضرتك قبل الهوا، وكمان غينيا بيساو من الفرق اللي مش قليله. لعبنا جيبوتي وسيراليون، كنا بنقول في الاول ان المره دي اسهل مره تصعد، اطلع اول اصعد على طول، ولكن ست فرق في المجموعه ده امر مش بالسهل، رايح راجع هتلاعبهم، هتلاعب غينيا بيساو وبوركينا فاسو هناك عندهم. صحيح، يمكن قبل بطوله افريقيا احنا استسهلنا الامور او قلنا ان المجموعه بتاعتنا سهله، ولكن بعد بطوله افريقيا بدانا نبقى عندنا تخوف شويه من الفرق اللي معانا في المجموعه. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله بالدعم اللي موجود من الدوله، والدعم اللي موجود من الاتحاد، والدعم اللي موجود من كل المصريين، ان شاء الله باذن الله نعدي التصفيات بتاعه كاس العالم بصوره كويسه، ونصل ان شاء الله لكاس العالم. ودي هتبقى للمره الاولى لحسام حسن، وتكرارا لما حدث مع الكابتن جوهري. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا ناخد الامور بجديه ونتعلم من الاخطاء بقى، يعني خلاص دي لو حصلت انه لا قدر الله حصل اي حاجه في تصفيات كاس العالم دي هتبقى يعني صدمه. لا انا متوقع ان مش هيحصل، يعني الامور هتبقى افضل. لسه قدامك 4 شهور على ما تلعب اول مباراه في التصفيات، ودي فتره كويسه جدا لحسام حسن عشان يقدر يتعرف على جميع لعيب المنتخب اللي هيختارهم، ويتعرف كمان على اللعيبه الجداد اللي موجوده من خلال الدوري العام. نتمنى ان شاء الله ان يبقى الفتره اللي جايه يبقى دوري منتظم، ويبقى دوري دايما بتتلعب الماتشات بتاعته بدون مؤجلات، ونتعلم من الناس اللي حوالينا واقربهم الدوري السعودي. اتمنى ان احنا نوفر الامكانيات لحسام حسن ان هو يشتغل براحه، ويشتغل بشكل يطلع منه افضل حاجه من اللعيبه سواء المحترفين او المحليين. من منتخبنا الوطني لحبيبنا نادي الزمالك، رايك بشكل عام في الصفقات الجديده، ويمكن وقت ضيق جدا، مباراه كمان 10 ايام وانسجام للاعبين وكلام كتير عن صفقات الزمالك، ولكن استاذنك حته سسبنس حلوه دي، استاذنك استاذن الساده المشاهدين فاصل سريع جدا، لان هنرجع عندنا كلام كتير وعندنا اسئله شاشه، حاجات مفاجات محضرينها، اوعى تروح في اي حته. ما أحلى الفرحة وما أجمل التتويج، وبالأخص إذا كان هذا التفوق على حساب المنافس الأزلي والغريم التقليدي. 13 يوليو 1984،
كان موعدا لتتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك إثر تعادله في المباراة الختامية للمسابقة موسم 1983-1984 أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين لكل منهما. ديليا بيترو بانتهاء لقاء الزمالك والأهلي، فاز النادي الزمالك ببطولة الدوري. وسجل هدفي الزمالك في تلك المباراة تاريخية كل من نصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي ليحسم أبناء ميت عقبة اللقب بهذا التعادل الثمين. طارق يحيى رجل الشمال عالية، جول بتتحط جول، الجول الجول الأول لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 13 دقيقة. عالية خروج عفر لكوارشي يسيب الجول الثاني لنادي الزمالك، كوارشي بيجيب الجول الثاني لنادي الزمالك. وكان الفارس الأبيض يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل معانقة اللقب، وهو ما نجح فيه الفريق بعد الوصول للنقطة 36 وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني. وجمع الزمالك نقاطه التي عانق بها الدرع من خلال الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 مواجهات وخسارة واحدة فقط. وضمت تشكيلة الزمالك في تلك المواجهة الشهيرة عدد من النجوم على رأسهم محمد صلاح وأيمن يونس وفاروق جعفر وهشام يكن وسعيد الجدي وطارق يحيى وجمال عبد الحميد وأشرف قاسم ونصر إبراهيم وكوارشي، كما حل بديلا بأرضية الملعب الثنائي أحمد عبد الحليم وإسماعيل يوسف. عاش رجال الزمالك ونجومه ورموزه الذين أدخلوا الفرحة على قلوب عشاق القلعة البيضاء على مدار كل العصور. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأهلا بيك يا كابتن محمد مرة تانية، ورجعنا من السسبنس. كنت بسألك عن رأيك في الصفقات الجديدة، عندنا صفقات أسماء سوبر ستارز وأيضا لعيبة بروميسنج موعدين إن هم يعملوا حاجة. بشكل عام شفت صفقات بعينك إزاي؟ صفقات هايلة في ميركاتو صعب جدا، ميركاتو الشتوي بيبقى الأمور بتبقى أصعب من الانتقالات الصيفية. الانتقالات الصيفية بيبقى السوق مفتوح قدامك على مصراعيه سواء جوه أو بره، فتقدر تستقدم اللعيبة اللي أنت عايزها، لكن في الميركاتو الشتوي دايما بتبقى الأمور صعبة. عدد اللعيبة اللي جابها مجلس الإدارة يستحق عليها التحية، كواليتي اللعيبة اللي موجود يستحق عليه التحية مجلس الإدارة. الحقيقة أنا شايف إن الفرقة اكتملت، ولكن مفيش جديد بقى يمينة ومفيش قديم. صح. علشان ما نخلقش حزبين جوه الفرقة أو جمهورنا أو إحنا كجمهور. صح. نخلق حزبين جوه الفرقة، لا إحنا خلاص جبنا لعيبة علشان تدعم اللعيبة اللي ليها كل الشكر والتقدير، اللعيبة اللي استمرت في نادي الزمالك سنتين بدون فك قيد واستحملوا الفترة الصعبة جدا اللي فاتت دي، سواء اللعيبة الكبار شيكابالا، عبد الشافي، زيزو، فتوح، عواد، المسلوسي، جزيري، كل اللعيبة دي ليها كل الشكر والتقدير، واللعيبة اللي جت دي لتدعيم الفرقة والدعم اللعيبة اللي موجودين، ولكن مش هنصنفهم ان بين لعيبة جديدة ولعيبة قديمة ومين هيلعب ومين مش هيلعب، لان دي قصة كمان هنتكلم فيها بعد شوية. ولكن كل التقدير والشكر لمجلس الإدارة في فترة زمنية قليلة جدا، في ضغوط كبيرة جدا كانت سواء من الإعلام أو من الجمهور الزملكاوي أو الشارع الزملكاوي، لأنه كان خايف وحريص على فرقته، كان عارف إن في مشاكل كبيرة جدا تقدر ماديا بحوالي 300 مليون جنيه. 300 مليون جنيه في 3 شهور، هل مجلس الإدارة يقدر يتحمل أو يقدر يوفر الفلوس دي؟ قدر يوفرهم بدءا من فك الحجز على نادي الزمالك، نهاية بفك القيد. وخد بالك احنا جينا في الاواخر لما شفنا وعرفنا التفاصيل او الماديات اللي هتدفع مجلس الادارة، احنا كنا بنقول طب نفك القيد ولا ما نفكش القيد، طب نجيب 4 لعيبة او 3 لعيبة، متوقع ان يجيب 10 لعيبة بالاسماء دي بالكواليتي ده؟ لا، احنا وصلنا في الاخر طب لو جبنا 3 4 لعيبة يعني يبقى شيء جيد، لان احنا عرفنا ان عشان تفك القيد لازم تدفع لك 2,700,000 يورو، يعني حوالي 140 مليون جنيه، وده شيء صعب جدا علشان تفتح بس القيد. وبعد ما تفتح القيد انت عندك مستحقات
وتجديد للعيبة كانت موجودة عندك سواء فتوح وبقاء زيزو، فانت عندك مستحقات لازم تدفع من السنة اللي فاتت، والمستحقات ال 25% بداية الموسم، ده غير بقى الفرق، ده غير العمال، ده غير الضرايب، ده غير الموظفين، ده غير المرتب، ده كله كان على جنب. كنا احنا بنتكلم في واجهة النادي اللي هي فرقة الكورة عايزة 300 مليون جنيه في فترة زمنية خلال 3 شهور من أول ما مسك أو من أول ما نجح مجلس الإدارة في 21/10، كان مطالبين إن هم لغاية شهر 1 إن هم يفكوا لنا القيد ويرفعوا لنا الحجز الأول من على النادي، وبعدين نفك القيد، وبعدين عايزين صفقات. جابوا الصفقات وفكوا القيد، وبعدين جابوا مدرب أجنبي، ومش عايزين ننسى إن احنا نوجه الشكر طبعا للكابتن معتمد طبعا إنه دخل النادي في فترة صعبة جدا، وقدر الحمد لله إنه يمشي الأمور بصورة جيدة جدا جدا الفترة اللي فاتت. وصلك نهائي كاس، صعدك، وصلنا نهائي كاس، أعد الفرقة بشكل كويس جدا في الدورتين اللي كانوا في الامارات. فكل الشكر والتقدير طبعا لمعتمد، ودي مش مستغربه على ولاد نادي الزمالك. طبعا المستحقات اللي انا كلمتك فيها اللي هي بتاعه الموسم الماضي و25% من الموسم الحالي دي برضو تقدر بحوالي 45-50 مليون جنيه. فدي كانت كلها امور كانت صعبه جدا جدا على مجلس الاداره، قدر يحل المشاكل دي كلها، وقدر يجيب اللعيبه وكم اللعيبه وكواليتي اللعيبه اللي موجودين دول. فالحقيقه كل الشكر للعيبه، تكمله عدد دي لعيبه يعني، لا طبعا منهم كابتن عبد الله السعيد منتظرينه فوق ال 10 15 سنه مستنيينه يجي نادي الزمالك. طبعا يعني عبد الله اضافه كبيره جدا 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 للعيبه الكبار اللي موجودين في نادي الزمالك، سواء شيكابالا ولا عبد الشافي او اوباما، اللعيبه الكبار اللي موجوده واستحملوا الفتره اللي فاتت دي. احنا جبنا كمان عبد الله السعيد علشان يكتمل اللعيبه الكبار اللي جوه النادي، ويكتمل الشكل اللي احنا كنا عايزينه نبقى عليه في نادي الزمالك. واللعيبه اللي جت كمان كلها لو جينا نتكلم عليهم واحد واحد، ولكن احنا مش عايزين نتكلم كتير، احنا عايزين نبص عليهم وعايزين ندعمهم كويس قوي. مجلس الاداره في المنظومه اللي هي بتبقى المنظومه دايما بتاعت اي فريق ناجح، هي بتبقى اداره وبتبقى جهاز فني وبتبقى لعيبه، وفي النهايه خالص اللي بيدعم واللي بيزق كل المنظومه دي هو الجمهور. فمجلس الاداره انا شايف ان هو عمل اللي عليه، هو اللي مطلوب منه الفتره اللي جايه بس انه استكمالا للدعم البسيط جوه الفرقه، انه هو يهدي الاجواء جوه الفرقه، انه يقفل على الفرقه بشكل جيد جدا. والجهاز الفني عليه ان هو يشتغل بشكل كبير جدا، انه ازاي يطور ويأهل، وان اللعيبه دي تنسجم كلها مع بعض في فتره زمنيه قليله. اللعيبه عليها دور كبير جدا كمان، سواء اللعيبه القدامى او اللعيبه اللي دخلت تدعم اللعيبه القدامى دي، ان هم يأدوا على افضل ما يكون. مجلس الاداره عمل اللي عليه، اللعيبه لازم تشتغل بشكل كبير جدا وشكل جيد جدا نشوفه. اهم ما في الموضوع بقى الجمهور الفتره اللي جايه او الشهر اللي احنا هنشتغل فيه. احنا هنلعب 5 مباريات في شهر فبراير، عايزين نحط تارجت لنفسنا احنا كجمهور وكاعلاميين، ان احنا ندعم فرقتنا بس، ان احنا نتكلم بشكل جيد وشكل كويس على فرقتنا وعلى مدربنا بس، ما نتكلمش في اي حاجه وفي اي امور هو بيلاعب مين ما بيلعبش مين، لان دي شغله المدرب اللي احنا جبناه علشان هو اللي يلاعب وهو اللي يحط. هو عنده من قدراته والامكانيات النهارده من اللعيبه ان هو يعمل فرقه كويسه ويشتغل بشكل كويس. التوفيق ده هيجي من دعم الجمهور اللي هيبقى موجود جوه المدرجات، والجمهور اللي هم العباقره اللي موجودين على السوشيال ميديا الزملكاويه، ان يبقى في دعم كبير جدا سواء للمستر جوميز او للعيبه اللي هتبقى جوه الملعب، واللعيبه اللي مش هتلعب ما يبقاش في انتقاد للمدرب، لانه هو اللي عارف، هو اللي ادرى الناس دلوقتي بشؤون الفرقه. لازم ندعم اي 11 لعيب موجودين بيمثلوا نادي الزمالك في الملعب، واللعيبه اللي هتتغير على حسب رؤيه المدير الفني هندعمهم برضو، لكن مش هنتكلم مين لعب ومين ما لعبش وده بيلعب ليه وده ما لعبش ليه وده جديد، لا ده قديم. القصه دي كلها لازم تنتهي الفتره اللي جايه مع اول مباراه، مباراه الاسماعيلي. ولازم نذكر جمهور الزمالك ان احنا عندنا 3 مباريات، يعني ده باين ان هم عايز اكلمك فيه، لانه بالتاكيد وكلامك كان معايا في الفاصل، الدوري ما راحش وانا عارف ان الدوري ما راحش، وبنخلينا ناكد لجمهور نادي الزمالك لسه على الدوري كتير جدا. حضرتك بتقول لي كام نقطه؟ 75. دوري ازاي يروح وفي 78 بونت؟ 78 نقطه على الدوري، ما تعرفش هم رايحين فين؟ دوري يخلص في شهر 7 اللي جاي. كلمني عن الدوري من وجهه نظرك يعني.
لا الدوري في الملعب. انا اللي السيناريو بتاع ان الدوري صعب والدوري صعب الدوري صعب، لا دي جمله انا ما اقبلهاش خالص. وانا ما بقولش الرفع المعنويات، انا بتكلم في حقائق. انت عندك 78 نقطه، الدوري ده يخلص في شهر 7، فانت مش عارف حاله المنافسين بتوعك هيبقوا عامله، هتبقى عامله ازاي، حالتك انت هتبقى عامله ازاي بعد شهرين، ما انت مش عارف. لكن لازم ناخد الامور ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا. انت عندك في فبراير عندك الاسماعيلي اول مباراه، وعندك في الدوري برضو الداخليه، وعندك في الدوري الجونه. من مع كامل الاحترام لكل الفرق، انما 9 نقاط من الممكن جدا وبنسبه كبيره جدا انه يحصل عليهم نادي الزمالك في شهر فبراير، بما فيهم كمان مباراتين انت هتشتغلهم علشان تحضر لبطوله الكونفدراليه اللي بقت هدف لكل الزملكاويه، سواء ماديا او فنيا هتعود علينا بشكل كويس جدا الفتره بتاعه الكونفدراليه. فانت عندك مباراتين ابو سليم وسوار الغيني، وعندك 3 مباريات في الدوري، الاسماعيلي والداخليه والجونه مع كامل الاحترام ليهم لكنهم في المتناول، فتقدر تخلص شهر فبراير وانت معاك 9 نقط. لو جيت بصيت على المنافس بتاعك سواء النادي الاهلي او بيراميدز، هتلاقي ان النادي الاهلي عنده بيراميدز وعنده الجيش في نفس الشهر فبراير، فممكن من الوارد ان هم يتعطلوا في مباراه او في المباراتين. بيراميدز نفس الكلام، وبيراميدز نفس القصه. فلازم يبقى عندنا تارجت ان احنا شهر فبراير نادي الزمالك يشتغل في هدوء، نادي الزمالك الراجل يشتغل في هدوء، وكل ده مش هيجي غير من جمهور نادي الزمالك اللي هو الداعم الاكبر للفرقه الفتره اللي جايه، اللي يقدر يوفره مجلس الاداره انه يوفر التذاكر اللي هتحضر الجمهور اللي هيحضر المباريات. انا اتمنى من كل الجمهور الزملكاوي اللي موجود على السوشيال ميديا ان يبقى في دعم فقط لا غير للنادي الزمالك، ده وقت الدعم ومفيش لعيبه، انا نادي الزمالك فقط، ونادي الزمالك هو الاول والاخر. وان شاء الله باذن الله انا متفائل جدا المرحله اللي جايه، لو قدرنا نعدي باذن الله 3 مباريات دول هتشوف نادي الزمالك في سكه تانية خالص ان شاء الله. نهائي الكاس في شهر مارس كده، احنا اتكلمنا عن الكونفدراليه، الدوري المصري، نهائي الكاس ومباراه هامه، وسمعنا كلام ان هي في احتماليه تكون في السعوديه. طبعا هي مباراه هتبقى ان شاء الله اول بطوله للجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره ان شاء الله اللي موجودين دلوقتي. ان شاء الله باذن الله يبقى هدفنا كلنا ان احنا نعدي شهر فبراير بشكل جيد، ان احنا نحضر فرقتنا بشكل كويس للموسم اللي هيبقى موسم الحصاد بدءا من مارس، سواء نهائي الكاس او تخش في النوك اوت بتاع الكونفدراليه وتلعب الكاس الجديد كمان. فكل الامور دي التحضير ليها ان شاء الله من شهر فبراير. مباراة الكاس هتبقى مباراة صعبة جدا على الفرقتين، نادي الزمالك دلوقتي كفته بقت أرجح نوعا ما من أي منافس تاني، فأتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الأمور تمشي على زي ما بتخطط لها في شهر فبراير، أتمنى إن اللعيبة تظهر بالمستوى اللي كل جمهور نادي الزمالك متأمله فيهم، سواء القدامى أو الجداد اللي هندمجهم مع بعض، مش هنتكلم تاني ونقول جديد وقديم، لا هو نادي الزمالك وفرقة نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك. أتمنى إن شاء الله إن التوفيق يبقى مصاحبهم مع جهازهم الفني بإذن الله، ونشوف منهم مستويات ترضي جمهورنا إن شاء الله الفترة اللي جاية. رسالتك لمجلس إدارة نادي الزمالك. الحقيقة حققته حاجات ما كانتش متوقعة تماما، بلا رياء أو نفاق، ما كانتش متوقعة تماما من أقرب الأقربين. عملتوا كل اللي كان مطلوب منكم الفترة الصغيرة اللي فاتت، وكانت فترة صعبة عليكم ماديا وعلينا كمان، إن احنا كنا منتظرين صفقات ومنتظرين فك قيد ومنتظرين فتح حجز، فكل الأمور دي أنتوا قدرتوا تعملوها. أجمل ما في المجلس أو اللي أنا شفته من خلال الثلاث شهور اللي فاتوا دول، الجماعية اللي رجعت تاني لنادي الزمالك، إن كل فرد في مجلس الإدارة له ملف مخصص ليه وبيشتغل عليه، وبعدين بنشوف الناتج بتاعه. يعني النهارده لما تيجي تتكلم كإعلاميا بتتكلم على الأستاذ هاني شكري، بتيجي تتكلم النهارده على المشاكل اللي بتحصل في الفيفا على الأستاذ عمرو الأدم، بتيجي تتكلم النهارده على الإشراف على كرة القدم، بتتكلم على الكابتن أحمد سليمان، وبتتكلم على الكابتن حسين السيد، وكل ده بيصب في النهاية عند رئيس النادي الكابتن حسين لبيب. فالجماعية اللي أنا شفتها وإنكار الذات اللي أنا شفته من مجلس الإدارة الفترة اللي فاتت دي بيديني إن شاء الله بإذن الله إيحاء وثقة إن الفترة اللي جاية مع إن شاء الله الدعم اللي هيحصل من الجهاز الفني واللعيبة وتحسن النتائج في كل الألعاب إن شاء الله بإذن الله تبقى الأمور أفضل. ومجلس إدارة نادي الزمالك قدر في الفترة الصغيرة دي إنه يحوز على ثقة كل الجمهور الزملكاوي، لأن اللي عمله في الفترة القليلة اللي فاتت دي الحقيقة إنجاز كبير جدا جدا جدا، أسعد كل الزملكاوية، وكل الثقة وكل التقدير من كل جمهور نادي الزمالك لمجلس الإدارة. وبنشتغل دلوقتي بشكل أفضل وبشكل جيد،
ان شاء الله مع المباريات باذن الله هنشوف نادي الزمالك يرجع لسابع عهده ويرجع للبطولات ان شاء الله. يعني محضرين لحضرتك شويه اسئله شاشه كده، انا متحمس معرفش ليه، فجاهز ليهم. يلا بينا تعالوا نشوف اسئله الشاشه. هذه اكثر صفقه اسعدتني بين صفقات الزمالك الجديده. عبد الله السعيد بدون تفكير، بلا نقاش. يعني عبد الله السعيد انا كنت اتمنى ان هو يبقى موجود من فتره طويله جدا في نادي الزمالك، الحمد لله هو موجود الفتره دي وهيساعد وهيبقى له دور كبير انا متاكد، مع زيزو ومع شيكابالا ومع الجزيري ومع اللعيبه الكبار اللي موجودين هيبقى ليهم دور ان شاء الله، وعبد الله يبقى ليه دور كبير ان شاء الله. ان شاء الله. اللي بعده، اتمنى ان يدعم الزمالك صفوفه بعد نهايه الموسم بعوده هذا اللاعب. ما اقدرش احدد لاعب، ولكن لازم اشوف الاول الفرقه ان شاء الله السنه دي. لا مش تهرب مني، انا بقول لك يعني في لاعب اكيد تتمنى عودته مره اخرى لنادي الزمالك وتتمنى ان في نهايه الموسم يرجع. لا مفيش لاعب، قول لي مفيش لاعب. لا انا اتمنى، يعني انا اتمنى رمضان صبحي، يعني اتمنى في الثلاث صفيه اتمنى رمضان صبحي يبقى موجود في نادي الزمالك، هيكتمل اللي انا عايزه ان شاء الله. طب اللعيبه من اللي مشيت، اللي مشيت على مستواه دلوقتي يؤدي انه على حسب يعني اللعيبه كلها اللي طلعت سواء اعارات او اللي طلع اجانب، عندنا اجانب كتير طلعوا، عندنا كمان مصريين، عندنا بن شرقي، عندنا مصطفى فتحي، عندنا طارق حامد، عندنا كذا لاعب برضه. لو 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 اللعيبه اللي مشيت اساسا من نادي الزمالك انا اتمنى مصطفى فتحي طبعا. مصطفى فتحي طبعا، مصطفى فتحي. تمام. اللي بعده، هذه رسالتي لمحمود الونش بعد تجدد اصابته. حقيقة حزين جدا، يعني حزين جدا من الاخبار اللي هي يعني ما اكتملتش الفرحة اللي احنا عايشينها الفترة اللي فاتت بإصابة الونش. اتمنى ان شاء الله ان هو يرجع تاني، والونش من افضل اللعيبة اللي موجودة في مصر دلوقتي، والإصابة دي قضاء وقدر، واتمنى ان شاء الله ان هو يرجع في اسرع وقت بإذن الله، ويجد كل الدعم من كل الزملكاوية. الونش من اللعيبة الكبار في نادي الزمالك واللي بيحظوا بحب وتقدير كل جمهور نادي الزمالك. مش محظوظ. طبعا. طبعا. اللي بعده، ارفض الحمله التي يتعرض لها حازم امام. طبعا. يعني انا مش فاهم برضو المشكله عند حازم في ايه؟ هل هو كان قاعد غلط مثلا بيتفرج على المباريات؟ ما كل الامور كانت على احسن ما يكون في المنتخب، ما كانش فيه اي مشاكل في المنتخب، وده دور المشرف العام على الفرقه زي ما هو دور الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد في نادي الزمالك، ولكن دور حازم ما يتعداش اكتر من كده. فالحمله اللي ممنهجه على حازم امام وعلى ايمن عبد العزيز كمان مش لاقي لها اي مبرر، ومش لاقي اي تفسير ليها الحقيقه غير ان هم زملكاويه بس. شايف حضرتك ان السبب الحمله دي ان هم زملكاويه؟ ما هو إيه ما هو ما هو برضه الغريب انه فعلا يعني لو المشكله عند كابتن حازم فالمشكله عند الاتحاد المصري كله. بالظبط. لو المشكله عند كابتن ايمن فالمشكله عند الجهاز الفني كله. ليه بنخص اسماء معينه؟ لو في مشكله مقتنع تماما ان في مشكله على فكره في من او تقصير بشكل ما من الناحيه التي تخص الاتحاد المصري، ولكن ليه كابتن حازم امام بشكل خاص؟ يمكن علشان حازم من اللعيبه اولا الكبار جدا في تاريخ الكره المصريه، وحازم لما كان في موجود في المنتخب هو راح جاب مدرب كان مصنف في 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 المنطقه العربيه كمان، روي فيتوريا، ده كان شغال في السعوديه بشكل كويس جدا واشتغل مع انديه بشكل كويس جدا، فحازم ادى دوره بالاتفاق مع مجلس الاداره، اللي حازم مش هيروح يجيب المدرب من نفسه كده، لازم هيبقى باتفاق مع مجلس الاداره، هو ده دور المشرف العام على المنتخب. حازم كان مهيئ الاجواء بشكل كويس في قبل اقامه الفريق في كوت ديفوار، فهو عمل اللي عليه تماما. انا مش شايف ان حازم اخطا او اخفق في شيء، ممكن يبقى ياخد الانتقاد اللي احنا شايفينه الفتره الاخيره. كمان ايمن عبد العزيز انا مش شايف ان هو عمل حاجه علشان يبقى في انتقاد كبير جدا لايمن، وكل تفسير ان هم بس زملكاوي، مفيش تفسير تاني غير كده بس. تمام. اللي بعده، هذه رسالتي لكابتن حسام حسن بعد توليه تدريب المنتخب. كل توفيق طبعا للكابتن حسام، وخطوه زي ما قلت لك خطوه اتاخرت، وحسام حسن كلنا ثقه فيه ان شاء الله باذن الله انه يرجع المنتخب المصري للخريطه الافريقيه والخريطه العالميه الطبيعيه اللي تتناسب مع منتخب بقيمه منتخب مصر. كل الدعم لحسام حسن، وكل البلد هتبقى واقفه
في ظهر حسام حسن ان شاء الله كل التوفيق ليه باذن الله انه يؤدي دوره على اكمل وجه ويسعدنا ويسعد الجمهور المصري كله ان شاء الله. اللي بعده، لا اتوقع ان يغير حسام حسن ترتيب شاره قياده المنتخب. طبعا صعب جدا، وهيلاقي مين احسن من محمد صلاح يبقى هو في سؤال شايفه يعني تعلب كده السؤال ده في نفسه شويه يعني يعني هو يسالك سؤال بشكل من الاخر، المشاكل اللي دايره اليومين دول او اللي بنسمعها حته كابتن حسام حسن ومحمد صلاح والمشكله اللي صدقني المشاكل دي مش هيبقى ليها وجود مع اول تجمع للمنتخب، وانا مش شايف احسن صراحه من محمد صلاح ولا افضل من محمد صلاح يبقى في مقدمه لاعب المنتخب المصري ويبقى كابتن للمنتخب المصري. طب قول لي مين يبقى افضل من محمد صلاح يقدر يقوم بالدور ده؟ يبقى عندنا محمد صلاح وممكن نفكر في حد تاني، وهو من افضل ثلاث لعيبه في العالم، فيبقى شيء صعب جدا يعني ان يحصل. اللي بعده، اتمنى ان يستعين كابتن السؤال يا جماعه اتمنى ان يستعين كابتن حسام حسن بهذا الثنائي في جهازه المعاون. يعني اتمنى اشوف كادر زملكاوي في المنتخب. اختار اثنين شايف ان هم وجودهم في المنتخب والجهاز الفني شيء اساسي وضروري يعني من وجهه نظرك. يعني اتمنى طارق السيد من الزمالك يبقى متواجد في المنتخب، واي فرد تاني ممكن زي مين؟ يعني من كادر يليق يبقى في الجهاز الفني يفيد المنتخب في الفتره الجايه. والله يعني هو في كتير، لكن انا عشان ما اقولش اتنين من الزمالك فانا اختار طارق السيد بس من الزمالك. طارق السيد، طارق السيد من الزمالك واي حد من الفرق التانية. تمام. اللي بعده يا جماعه، ملفات كثيره تنتظر كابتن علاء نبيل في منصبه الجديد، هذه ابرزها. الاهتمام طبعا انا عارف ان كابتن علاء يعني هيشتغل بشكل كويس، لازم نديله الوقت بتاعه، ولكن انا شايف ان لابد من اول حاجه تتعمل هو وضع اساس جيد لقاعده الناشئين اللي موجودين في الكره المصريه، الاهتمام بالانديه الجماهيريه زي ما قلت لك، الاهتمام بالناشئين هو اللي هيبتدي، هتبقى النواه اللي ان شاء الله نعتمد عليها في الفتره اللي هتبقى بعد كده في قوام في منتخب مصر، ودي كلها امور يقدر الكابتن علاء، هتاخد وقت شويه ولكن الكابتن علاء يقدر يعمل كده. شايف ان انتظام جداول المسابقات دي حاجه مهمه الفتره الجايه؟ ده اهم شيء يعني، دي مشكله كبيره بنواجهها يعني، ده اهم شيء. شوف ده في اي دوري في العالم يعني. خد بالك احنا لو تفتكر البطوله العربيه كان النصر بيلعب الفاينل، وكان عنده كان الفاينل يوم الجمعه، وكان عنده مباراه في الدوري يوم الاحد، ومش في الرياض، كانت في بلد تانية جنب الرياض، والهلال النصر لعب المباراة وتعادل، ومحدش اشتكى ومحدش قال انا اتظلمت وانا جاي من نهائي بطولة عربية وازاي العب المباراة بعدها ب 48 ساعة، مع العلم ان الاتحاد الدولي محدد 72 ساعة بين المباراة والاخرى، سواء في دوري ابطال اوروبا بيعملوا كده، سواء في الدوريات الاوروبية بيعملوا كده، انتقلنا للدوريات العربية في المغرب بيعملوا كده، في السعودية جنبنا على طول بيعملوا كده، فازاي احنا ما نعملش كده؟ واحنا لنا الريادة المفروض في كل شيء في كرة القدم أو في الرياضة عموما. أتمنى أن الفترة اللي جاية نتعلم ونعمل كده، وانتظام المسابقة هو نجاح للقائمين في اتحاد الكورة، ونجاح أكبر لمنتخب مصر والفنيات بتاعة منتخب مصر، وللمدير الفني أنه يقدر يشتغل بصورة أفضل، هو انتظام مسابقة الدوري اللي بيشتغل في البلد بتاعتك. تمام. اللي بعده شباب، هذا منتخب أكثر من أبهرني في أمم أفريقيا، نيجيريا، لأن نيجيريا الحقيقة يعني ظهر بمستوى جيد من أول مباريات البطولة، ولما دخلوا في النوك أوت بقوا فريق الحقيقة مرعب، ومعاهم أكتر من كافيردي؟ أكتر من كافيردي، كافيردي من الفرق الكويسة جدا، ولكن هتوصل لحد معين وهتخرج، يمكن اللي وصلت له ده كان أكتر كمان من طموحهم، فهم فرقة كويسة جدا ولكن المنتخب النيجيري منتخب مرعب، بعد ما شفنا بعد ما عدى دور المجموعات ودخل على النوك اوت، لا منتخب كبير جدا ومنتخب فعلا يستحق انه يكون في نهائي بطوله افريقيا. طب وجنوب افريقيا، يمكن المباراه بتاعت السيمي فاينل بين جنوب افريقيا ونيجيريا، جنوب افريقيا لما نيجيريا جابت جول اتلغى وراحت رجعت ضربه جزاء، صحيح جنوب افريقيا في الخمس ست دقائق بعد ضربه الجزاء كانوا واكلين نيجيريا.
جنوب افريقيا خلاص نيجيريا هتودع البطوله. جنوب افريقيا من الفرق برضو اللي ظهرت بمستوى جيد جدا، وده برضو تخطيط تاني خالص يعني. يعني هم استعانوا المشروع بتاعهم ان هم استعانوا بمعظم او 80 او 85% من قوام المنتخب من لعيبه سان داونز، وده ساعد الراجل على الانسجام والكوره اللي احنا شفناها عليهم. ولكن في اختلاف بين سان داونز وبين المنتخب الجنوب افريقي في سيستم وفي طريقه اللعب، فشفنا المنتخب الجنوب افريقي ظهر بمستوى جيد وظهر بمستوى جيد جدا كمان، وده كان راجع ان معظم لعيبه المنتخب كانت هي القوام الرئيسي بتاع فريق سان داونز، عشان كده ظهروا بمستوى جيد. وده يعني شكل او ناتج تاني من الحاجات اللي كانت بيخطط ليها وظهرت بشكل جيد. السؤال الاخير على الشاشه، هذا اللاعب اعتبره الاكثر مهاره في تاريخ الزمالك، هذا اللاعب مش هؤلاء اللاعبين يعني. ما فيش غير شيكابالا يعني، شيكابالا ويجي بعد شيكابالا حازم امام. والفرق بين الاثنين ان الفتره الزمنيه اللي لعب فيها شيكابالا اكتر من حازم شويه، ولكن يبقى شيكابالا وحازم امام هو الافضل مهاريا في تاريخ نادي الزمالك. طب والجيل اللي قبله؟ حماد عبد اللطيف يعني حماده لا يعني حاجه. حماد عبد اللطيف بس كفايه ان انا اقول لك ان لما كان بيبقى موجود 60,000 في المدرج بيشجعوا نادي الزمالك، كان في منهم 30 بيروحوا يتفرجوا على حماد عبد اللطيف بس. فيبقى حماد عبد اللطيف هو من الايقونات او من اللعيبه الكبار جدا في الثمانينات اللي مثلوا نادي الزمالك. طيب اخيرا قبل ما انهي الحلقه، يمكن خلاص فاضل اقل من دقيقتين، عايز اخد منك رساله لجمهور الزمالك اللي متعطش ونفسه يشوف فرقته في احسن حال الفتره اللي جايه. طبعا انا فرد وانت فرد من جماهير نادي الزمالك، فلما هنتكلم بصوت جمهور نادي الزمالك. احنا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت، سواء من الصراعات اللي كانت موجوده اداريا وسواء فنيا، ان الفرقه مقفول عليها القيد وكنا محكومين بعدد وكواليتي لعيبه صغير، فكلنا كنا بنعاني الفتره اللي فاتت. الفتره اللي جايه دي فتره حصاد ان شاء الله، وفتره رجوع نادينا لسابق عهده. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون واعيين ونكون اذكياء اكتر من الفتره اللي فاتت، وكل الدعم مننا لفريقنا ولاعيبتنا سواء في الطيب قبل اللي مش طيب. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان نشوف فرقتنا بالمستوى اللي احنا عايزينه، ولكن علينا دور كبير جدا كجمهور، سواء اللي هيتواجد في الملعب من خلال المباريات او اللي هيتواجد على او اللي موجود على السوشيال ميديا، ان احنا بندعم فرقتنا ونادينا فقط لا غير، مع كامل الاحترام لكل اللعيبه اللي موجودين هيجدوا الدعم مننا، ولكن الدعم الاكبر هو نادي الزمالك. تمام، في النهايه يعني كابتن محمد صبري بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بقى لي الشرف ان حضرتك تكون موجود معايا. انا اللي بشكرك ودايما بكون سعيد وانا معاك. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، للاسف كالعاده الوقت الحلو بيعدي بسرعه، ولكن بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ولكن قبله بساعتين الساعه 11 وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي. تصبحوا على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا، دام شغفكم. سلام.